town. شباب رجعتكم مقطع جديد باب دي موبايل وبحلقة جديدة يا شباب. طبعا يوم مقطعنا عبارة عن جيم بلاي انا ومستر الحبيب عبود. هلا شباب. طبعا جاي نحكي من الديسكورد فلا حد يجي يكتب شنو مقصر. اوكي طبعا هسه راح ندخل دو حتى لا حد يقول انه عن العربة اوروبا. شوف اوروبا يا شباب ايش لقطة من الكهرباء. طبعا يا شباب لنا لان كل دقيقة يطلع عندي كارفة اسف يعني هاي سبب السحبة. اوروبا يدو فخير يدخل. طبعا ما اعرف انا حنزل يا مطار يا حاويات اماكن البسيط الصعبة كلش مو البسيطة حتى لا حد يجي يعلق ويقول اماكن بسيط. شباب خوب بس هو هم يرقصون انا مرقصة يعني ما يرقصة. وانت وينك اللي ترقص؟ شو ظل طوال واحنا قزام ده شباب شركة ببجي ظلامة. ويت هذا شنو ظلام باش شنو ثواني يا شباب حتى هذا هباش هذا هتلر هباش بيك لا هذا اكو واحد اسمه هتلر هو M7 هتلر اعرفه يتلر. اوكي اوف حتى اسمي بالمرة ما ذكر جوده. اوكي والله عبارة يعني حضيات نزلنا سكول سكول يلا بيكي سكول زي لقص بسكي سكول مازل يا شباب. طبعا انا ليش ما جانزي شفتم الانترنت اليمين ما شاء الله تعرفون بعد بالعراق الانترنت 100%. اوكي يا شباب هسا راح ننزل. اوكي كاي امسك الحال تحذر تحذر. اوكي يا شباب طبعا هسه لازم ننزل بالسكول لان قال لي ان مستر عبود خلينا ننزل بالسكول مثل ما يطلب احنا ننفذ يا شباب. طبعا هسه وصلنا بالسكول. اوكي فيبي يا شباب خلينا ننزل هنا. شو نزله القوة بس قلت متابعنا شافوا ليش ايه هاي وين تحذر احنا شبيك بالسطح. اوكي وات هذا شلون طارق يا سطح مو بس لا شوف لي ليش عندي والله ليش ارجع انطي واو شرف والله عجل عندي يا هاي الشيء ما عندي ولا سلاح اصبر علي كرسبو ايش تسوي لقيت السلاح علاقية اوكي ارجع يلا ارجع لهم. I got مليون رشيز. اصبر اكو واحد. اوكي ادري ما مو قريب عليهم الحاويات لما ينجون حاويات كتلك شون كتلني وان جاي توينك. اوكي طبعا انعلس ناجي ما استمتع عبث بالجيم انا هو لك هو منا تعرف مكانه وراك طلع حد يجي يكتب لي كمبرتشي يلا كمبرتشي انا صديقك اقول لك كمبرتشي تعرف منك تاني قاعد الطيارة قاعد الطيارة ليش هو صنع ببجي شرقات الطيارة؟ ايش تقصد؟ شباب ترى والله مكور بين انا ما اسمي ما صرت مسؤول بالطيارة ما ادري قاعد الطيارة على قولتك. اوكي هسه واحد يجي يلوتني لوت ياخذ البدلة مالي. اوف هذا ولا زين جوا برا جوا؟ برا اقصد برا والله حتى نوبية كسر بس شلون كتني والله ما ادري يعني انك عقلك انا شوية يريدكتني يعني جيت مواجهة شوينه
جوا. وين جوا؟ هو جوا ايش بيك يعني؟ جوايا جوا جوا مو جواك. يعني ايش قصدك راح تورطني؟ لا جوا دا بالداخل بالداخل. قول داخل البيت. لا اكيد ما راح افوت. تفوت لك بس اصبر ثاني يا شباب، اريد مكتب اليوم. لا مو انت تحمس. ايوه طبعا اذا ما تاخذ لك كفر شلون تفوز؟ عندك سلاح دمك فول. انا اول ما نزلت استغفر الله. هاي يا تبا يا تبا شنو حتى تسويني؟ هذا انا كتبتهم نسيت. صارت مخلا امل ملحمة ملحمة لقبونا ملحمة ملحمة. اوكي اسف يا شباب تحشي شوية. اوكي يا سلاحة اباري بي بي اسس فين كن شوفت اود هو وينهم وينهم؟ والله ما اعرف كان جوك كمبرتشي. ايه هتلاحكي انا كمبرتشي. انا كمبرتشي راح اقطع بنوتة ولا اقولكم الاول شباب ما اقطعها تليفون حقيقتي. وات كون هنا هو ماجستي. هاي انت وات تلقى بالنسبح بأمنا شي تاني. وش كم واحد؟ واحد بس. واحد كتلك؟ اي طبعا. شنك سلاح؟ هيك هيك كتلك يا اخي من ورايا. والله والله من ورايا ولا اعرف وين. ارجع هو الكتلك. الكتلك؟ ارجع لوبي. طبعا يا شباب على روحه قائد الطيار مقعد الطيار. فنش تنش تنتعش 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 تنتعش. شباب اتعلموا شلون تكتيك. تكتيك شنو تكتيك يا شباب؟ ده اذا انتم عرفتوا مكانه انا من ضربني قلت ايش اسوي بدل ما اطلع لي قدام اشط وقف زهنا من شطت هنا هو راح يجي يا تسحف عنود ما راح يسيطر انه ينزل الاي مال اللي جوا. تعرفون اذا عنده اي كي ايش نسلح وسط عفوا ما راح يلحق لك. اربعة بريكات كتبت اسمي من؟ انا ثلاثة. اربعة ثلاثة. اوه والله تيهت تعال شنو اربعة قرأت اليوم اربعين جيت كانت اربعة. اوكي وين راح ننزل يا شباب؟ ايه وين راح اروح يا شباب؟ والله ما ادري شباب والله ما ادري وين رايح. اروح بمكان وارجع. انا يا شباب جيت يعني بصف بوتينكي. ليش ما راح اجيب بوتينكي يا شباب؟ بس انا سالو يعني احتمال نعيش. ما شفته ما حتى على غرفة كتبته. طبعا حد يجي يكتب لي انه الشيء اهم شيء لابو الاعشي. لا يا شباب انتم خافوا من ابو الكونكر والاكس. طبعا ثواني يا شباب طبعا شوي يعني. طبعا هسه راح الاستاذ الكبير عبد الرحمن حفظه الله يا شباب ما صرت شوي شيخ راح ان شاء الله يرجع. قال لي انا راح اعمل عامل لك سبيكتي ويشوفني حتى اشوف شلون عاد العب يعني سبيكتي. بس راح انه راح يشتري شغله مال خاصه اللي هو يعدل على القناه مالته. طبعا يا شباب رابط قناه تحت جوجل وصف. طبعا هو الشخص اللي ينتج لي كل شيء شلع قلع جاي يصور جاي يصور. طبعا يا شباب لين عبالي ما جاي يصور وكل حكي يروح على الفاضي لين خف مرات صارت بس انت بيت مرتي. اوكي هسه شو اسوي هنا؟ انا بعد حاله مكان حلو بيكبر بس ثواني. لا لا اوكي شيء ليه يلا وانا ذيب. انا ما راح اروح هسه حاليا اطير على هذا البيت ولا ما اطير على هذا البيت او على غير بيت. طبعا يا شوي اذا انتم هيج انا شكرا. طبعا اكو ناس ثواني بوت انا ما اعتقد بوت لان ما اعتقد هيج لعبوا.
طبعا بس خلينا نروح منطقة انفجارات. لا لا عبود طبعا ما اريد اخسر الجيم على موتته فاخذ الحذاري. لا تقدر لما تروح سيارة تحرك. طبعا اذا انتم بوحدك وراح يشطون عليك سكواد او ناس وتسمع صوت سيارة قريبة عنك صنم شنو يعني تظل واقف هيج. فاذا انت جت سكواد سيارة حتى لو واحد كل شي خذ كان برا مكان وطرش. شباب راح تنحل مشكلتكم انو لا تنكتلون. طبعا اعتقد اللي كتبتوا ما لا هذا مو يمكن جدا لو ما تشتهي. ما يدك الا قلت لك لو ما اعرف. اوكي طلعنا يا شمس زين. طبعا ما اعتقد انه راح اطلع من ضمن الاوائل يا شباب. اوكي في يا شباب طبعا هسه انا صعدت هنا اللي يريد يعرف شلون اصعد. ثواني كواحد يعني مقلج. اوف ما سيدي بوتي يفتني على ذهن بوتي. ديك راح نلعب بس ممكن بمليوش ممكن بوتي ديك على ما انا سيطرة حتى الان مالي ما اعرف وين راح. اوكي طبعا كل ما تفوت بيت سد البيبان احسن لك حتى لا احد يعرف انه انت بالبيت. هل ثاني ايش اسوي ثاني بوتشنك هاي تنفع بس بوتشنك. فوت على هذا البيت عالي لان اول ما راح تنزل كده راح تنزل شي بيوت شي يقول لي ايه ما ضبطت حبيبي اصبر علي انت من شطيت هيج او تقدر عن طريق غير شالة تقدر تشط هذيج الحركة تقدر على هاي الحركة. طبعا انا ريح لي هاي الحركة هذيك لان ابد ما ضبط علي اللي هاي وحتى دوس. اوكي يا شباب طبعا يا شباب بدون الزون. اوكي اوكي لازم انا ما حسبت سالفة الزون راح يجي من السوالف يا شباب اسف. وانا انا صفت سيارة يمكن مو سيارة قصدي يمكن بقي على ما اعتقد وانا ما شباب والله ما ذكر ها ذكرت السيارة جيب بفلك هذا الزون يسموه الزون الذي لا يرحم. نون لامبورجيني مالي كيف يبي يا شباب بس لا طخ بذوك البيوت طخت باي ولا طخت بذوك تحدزوني جنت ما راح اطلع لو من سبيل لكم لان مستحيل من سابع مستحيل اثنين وين بواحد هذي يجي يكتب لي لانك اوكي سيارة هيج أساس مكان الباركينج الحقيقي هو ما مكان الباركينج. اوكي نسى الثروة نقعد هنا هناك جبها ما احتاج. اوكي ما احتاج لهم طبعا اسمي اتش وهذول يعني اسف ما اعرف اساميهم الحقيقية. تريد صورة لك أبرة ايش تسوي؟ يا ثلاث خواطي بيبسي اللي أزرق لونها الأزرق يا تشرب بين كيلر وحدة وقطعي بيبسي على قولتي هذا راح أصنع عندك مثل الأبرة. شوف أكون شين بسكوب
نزلته قبل كم يوم مقطع يمكن ما نزلته كله ما ايه لا نزلت اتذكر جيم كان ما لقيه ولا اشكو بيه بجيب تعدد كلاج راح اسوي انتخاب في الكوارث انا اوكي يا شباب طبعا اكون رضى بالجهاز هسه بعض الناس راح تقول اسف لان ما عندي مايكروفون يا حتى سماعة ما عندي يا صور عن طريق الموبايل هو الموبايل بسماعة يعني لا تخرب بعد ما صورت من المقطع الا لما اشتري مايكروفون طفل ما لقيت حاليا مايكروفون رخيص الا هذا احسنهم بيوت بس بيوت كلش قاعد مين وشوية جودة هذي شيء شو الطريق بعدني من اي اذاك الصوت بعدين كتل عليه كتلة غير شي عليها نار طبعا لاش كوبات لا بس يلا على الاقل شتيت ستة اوكي اثنين بوتات انا اعترف اثنين بوتات مش كمان شكوف وانا راح اقعد فيه وانا كشغرة بس ما بدو ابيس ابي شباك الضغط خلي صديقك يوقف بذيك المكان وانت تقعد هنا يا شباب هذا المكان يا شباب استراتيجية عشان اوف شفت اخلعوني سكوب والله صيد صيدة طبعا راح انهزم من هذا البيت لان ما عندي سكوب وهو طبعا يمكن 100% شافني خصوصا اذا عنده صديق بعد قلت لكم شافني انت عندك سكوب ثمانية اذا ما سكوب اربعة وستة يجي عوفني بحالي عوفني خاطر الغوالي عوفني بحالي عوفني خاطر الغوالي عوفك هذا ثمان لزق عليه ابد ما راح يسحب علي سكوب راجع دايرة والله كبيرة كلش زواق اضيق كلها كم برح اوكي ليش راح قضيت كل الكمبر اللي ما عندي سكوب وانا شفته من كان شهره صوت شفته من كان يتحرك يا شباب يا ريت انه ما يجيني وراح اقعد هنا اظل لمدة هواية كم طبعا اسف يا شباب المقطع هواية طويل بس هو لازم من كل مقطع ببجي يكون طويل ما اعرف اشوف حتى من اشوف فيديوهات وكبار الناس يخلوه 30 20 دقيقة مثلي انا خلي 21 25 طبعا دي ما لقيت لي سكوب ظليت بعد نهاية يا بيت يا ثالث يا رابع يا ثاني غير ما جاي كنت ما مصور كنت ادوت لحد ما ملقي لي سلاح براسه خير اوكي يا شباب كار طبعا الكار اذا بدون سكوب ما يسوي ما يا شباب لي احد الان بقوا 10 اوكي سلاش هاف
اوكي طبعا راح بسرعه بسرعه هي بسرعه اوكي يا شباب لا شرب قوات بسرعه بسرعه ما لان شفت عالم بمكان ثاني ومعاه طبعا صديق صاحبه وصديقه فيعني ذا يفش لي صديق مالك كان اني فاتنا الساي الناري لما ناري من صغير مكانه كان والله نفسه جوز هو اللي راخذ السيارة هاي اللي تبيع اكبر غلطة هاد السيارة بس انا لان فرد ما مأزوم يعني احتمال كتير ما حتى وقت لوني حتى وطعت التاسع الثامن راح انشره لان لابد بي حلو كالتالي وتسوي سويت حركة حلوة نصايح بي كما معلومة فجد انه شنو شاسو مكان اساسي هسه كمبر احنا ثانية غلط مكان كمبرتي طلع لي فوق البيت ما خسرانش نول مرة هذا ما عندش كبلة عندش قلت لازم ما تقول لي جيب الناس طبعا هسه اذا لقي واحد اكبر غلط انه اضرب لان راح يعرف مكان ما راح يعرف مكان لان خسران لانه حتى ما جايش طبعا نحول على الكار بسرعة الموح او بس لا شاف طبعا انا دمنا جيت اذا شفتم يا شباب قتل واحد بدون فور يا شباب طبعا والله احتمال اخسر بعد الجيم لين زي ما شفتم دوات وما اقدر للشطاري سكواد اذا شطوا بهاي الحالة رماني تقتلني او اذا شطوا اثنيناتهم مو بفرج يعني تطلع قلت تطلع لين هذا موجود هنا بهاي المكان هم احتمال يفوز بهاي الحركة فلا تضرب مكان اذا ما تعرف مكانه خصوصا ما تكون بوحدك شو انا ليش جاي اعمل لي اعطي نصايح كني مليوروسيس متوصل للكانكر جوني ناس لك لا 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 يا شباب لا شوفوا دمه يا ناس بس شوفوا دمهم يا شباب لا لا لو عندي ديبي اخلق لو عندي ديبي يا شباب راح ننشر هذا المقطع ايش ما صار راح انشره انا علم يا شباب جيم خرافي وبس شاهدني هاتوا حلقتنا اليوم بعد شكرا مقطع لايك شير سبسكرايب وبس مع السلامة باي باي.